سواء الطفل او الطفله تبغي تدخليه معاك في لي زاكتيفيتي ديال الدار او التلوين او الرسم، باش كتستعملي ليه هاد الطابلي حاجه سهله. عندك بيس ماطي بحال هكا بلا خياطه بلا والو، يعني ما هي الا تقطيعه كتحصلي بها على هاد الشكل. انا اختاريت هاد الدوني هو اللي غنوريكم به الطريقه اللي غنوريكم، ما تحتاجوا فيها لا خياطه لا والو، غادي تكتفيو غير بالتقطيع فقط، يعني غتحتاجوا فيه غير مقص حاد صافي. كنبداو على بركه الله كنقطعوها من هاد الجانب بلاصه الخياطه باش حافظي على هاد لابارتي باش ما تحلش. يعني منها كتستغلي الملابس القديمه اللي ما كتبقايش باغا تلبسها، كنتبعوا الخياطه بحال هكا. يعني كنكتفيو بازاله الجانب الخلفي ديال التيشيرت كيف ما كتلاحظوا راه هو سماطي. كتكتفيو كيف ما كتلاحظوا بهاد لابارتي صافي. كيف ما كتلاحظوا هنا السكري كيفاش غديروا ليه، غتقطعوه من هاد لي بارتي هنا من الفوق صافي، كتولي على هاد الشكل. يعني فكره بسيطه وسهله، او ميم طون كتستغلي بها التيشيرتات القدام ديالك، و او ميم طون ما كتخسري فيها والو. يعني ديجا كلشي عندك في الدار ومحتاجيتي ضيعتي فيها وقت ما خيطتيها ما والو. ها نتوما كيف ما كتشاهدوا